السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف برايمري 1 الصف الاول الابتدائي الترم الثاني ترم 2، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 او الفصل الثاني في المحور الرابع communication او الاتصال او التواصل، وعنوانه communicating with numbers الاتصال او التواصل عن طريق الارقام. وطبعا الشابتر ده بيكلمنا استخدام الارقام في حياتنا، ازاي بنقدر نعبر عن انفسنا عن طريق الارقام، وازاي بنعبر عن our environment او المجتمع بتاعنا والبيئة بتاعتنا with numbers او بالارقام. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 109 او صفحة 109، والنهاردة هنبتدي نشرح page 110 او صفحة 110. وزي ما احنا عارفين يا اصحابي الشابتر ده بيتكلم عن النمبرز او الارقام، وطبعا ده لي دعوة بالماس او بالرياضيات، وطبعا ده هيساعدنا ازاي نفهم بعض الحاجات في الماس زي العلاقة بين الارقام. لو في رقم اكبر من رقم بنقول عليه more than او greater than، لو في رقم اصغر من رقم بنقول عليه less than او اصغر من، ولو رقم بيساوي رقم تاني نقدر نقول عليه equal to او مساوي لي. وبيكلمنا كمان وبيفكرنا كمان بالجزء بتاع الجرافس او الرسوم البيانية، احنا خدناها في الترم الاول وهنكلم عنها في الشابتر ده وهنراجعها مع بعض وهنقدر نفتكرها مع بعض بشكل كويس. فانا في البيج دي عنوانها missing numbers missing يعني مفقود، يعني مش موجود. numbers الأرقام المفقودة. وهنا بيقول لنا the numbers are missing، الأرقام مفقودة، الأرقام مش موجودة على الصور الخاصة بيها. كل صورة من الصور في البيج دي ليها أرقام خاصة بيها أو ليها رقم خاص بيها، الأرقام دي مش موجودة في الأماكن بتاعتها. فبيقول لنا هنا can you help هل تستطيع أن تساعد؟ وبيقول لك استخدم the number bank البنك الخاص بالأرقام، وهو موجود هنا في أسفل البيج. بيقول لك use the number bank to put the numbers back where they belong. to put لتضع the numbers الأرقام back مرة أخرى where حيث يعني في المكان الخاص بها they belong يعني ينتمي. مرة كمان the numbers are missing. Can you help? Use the number bank to put the numbers back where they belong. وهنا مدينا مجموعة من الصور زي ما احنا شايفين قدامنا. كل صورة مفروض اول صورة دي خاصة بالprice tag او الورقة بتاعت السعر بتاع اي منتج. الصورة التانية هنا فيها shoes او فيها حذاء. الصورة التالتة دي بتاعت كلوك او ساعة رقمية. الصورة الرابعة دي بتاعت سكيل او ميزان. والصورة الاخيرة بتاعت اوفن او فرن، طبعا الموجود في الكيتشن في اي بيت من البيوت. فكل صورة من الصور دي المفروض ليها رقم بيعبر عنها، يعني البرايس تاج او الورقة بتاعت السعر دي اكيد عليها رقم بيعبر عن السعر. اما الشوز او الحذاء الرقم الموجود عليها المفروض بيعبر عن المقاس او السايز. الكلوك او الساعة الرقمية النمبر المفروض بيبقى موجود عليها بيعبر عن التايم او عن الوقت. اما السكيل او الميزان فالنمبر المفروض بيبقى موجود عليها اكيد بيعبر عن الويت او عن الوزن. واخر حاجة الاوفن او الفرن المفروض الرقم اللي بيبقى موجود عليه بيعبر عن التمبريتشر او درجة الحرارة، يعني لما ماما بتعمل اكل في الفرن بتظبط درجة الحرارة المفروض الاكل بيتطبخ عليها في الفرن او في الاوفن. فتعالوا نشوف النمبر بانك او البنك بتاع الارقام علشان نشوف كل رقم من الارقام
الخاص بكل صورة من الصور ونرجعه ونحطه في المكان اللي هو زي belong أو هو بينتمي لي. فهنا عندنا في النمبر بانك أو في بنك الأرقام في أول رقم هنا 90 degree Celsius. 90 يعني 90 degree. دي الدائرة الصغيرة دي أصحابي اسمها درجة الحرارة أو degree. وسيليزيوس طبعا في أنواع كتيرة من درجات الحرارة كلها بتقيس درجة الحرارة. السي هنا بتعبر عن السيليزيوس أو الدرجة السيليزيوزية. ومش مطلوب منك ان انت تعرف اكتر من كده ان الدائرة الصغيرة دي بتعبر عن درجة الحرارة. فهنا الناينتي والدائرة الصغيرة والسي اللي جنبها دي بتعبر عن درجة الحرارة. فدي خاصة بأنهي صورة يا أصحابي؟ هل يا ترى هي خاصة بالبرايس ولا بالسايز ولا بالتايم ولا بالويت ولا بالتمبريتشر الخاصة بالأوفن؟ شاطرين، هي خاصة بدرجة الحرارة أو التمبريتشر الخاصة بالأوفن أو بالفرن. فالمفروض هنكتب هنا على الصورة بتاعت الأوفن أو الفرن الدرجة دي اللي هي 90 degree أو درجة أو 90 درجة مئوية. طب الرقم اللي جنبها 3 وبعدين في نقطتين أو 2 dots وبعدين 00، وده شكل طبعا بنشوفه كلنا على الساعات الرقمية. ده الرقم ده بيعبر عن الساعة. وطبعا ده بنشوفه فين يا أصحابي؟ بنشوفه في أنهي صورة من الصور الموجودة عندنا؟ شاطرين، بنشوفه على الكلوك أو على الساعة الرقمية. فنروح على الصورة بتاعت الكلوك وهنكتب عليها الرقم ده اللي هو بيعبر عن التايم أو عن الوقت. وطبعا الرقم التالت اللي في النص ده اللي هو 30 أو 30، هو 30 كده لوحده، فأكيد ده بيعبر عن السايز أو عن المقاس الخاص بالشوز أو بالحذاء اللي موجود في الصورة هنا. فهنكتب هنا في الدائرة الصغيرة دي 30 أو 30 زي ما احنا شايفين قدامنا، لان ده بيعبر عن المقاس بتاع الحذاء ده او السايز الخاص بالشوز ده او بالحذاء ده. طب هنا في 2 kg، اكيد kg دي مش اللي هو kg اللي احنا عدينا عليه السنة اللي فاتت، لا ده كيلوغرام. kg هنا خاصة باختصار كلمة كيلوغرام، يعني 2 kg، 2 kg، 2 kg. فالمفروض الرقم ده خاص بأنهي صورة من الصور اللي عندنا يا أصحابي؟ شاطرين، الرقم ده خاص بالسكيل أو بالميزان، وده بيعبر عن الويت أو عن الوزن. فنكتب هنا على الصورة بتاعة الميزان 2 kg زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن هي 2 kg. وآخر حاجة مكتوب عندنا هنا 10 lb أو 10 pound، وطبعا 10 جنيهات أو 10 lb ده رقم بيعبر عن ايه يا اصحابي؟ شاطرين، عن البرايس او عن السعر. فهنروح على البرايس تاج او على الورقة بتاعت السعر وهنكتب عليها 10 lb زي ما احنا شايفين قدامنا، لان هي بتعبر عن البرايس او عن السعر زي ما احنا عارفين. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا المفروض نعمل ايه فيها. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 111 او صفحة 111 وعنوانها number scavenger hunt. scavenger hunt احنا عرفنا قبل كده في الدروس اللي فاتت يعني ايه scavenger hunt. scavenger hunt اللي هي لعبة البحث عن الكنز زي ما قلنا قبل كده، وهي لعبة بتحصل مثلا في البارتيز او في الحفلات او في اعياد الميلاد. بنبقى مخبيين بعض الحاجات او بعض الورق اللي مكتوب فيه بعض الحاجات في اماكن مختلفة في المكان اللي احنا فيه، وبنخلي الموجودين في المكان يدوروا على الحاجات دي، واللي بيجمع حاجات اكتر او بيجمع حاجات مستخبية او عناصر اكتر بيبقى هو الفايز. ودي اسمها scavenger hunt او لعبة البحث عن الكنز. وهنا number scavenger hunt يعني لعبة البحث عن كنز الأرقام. طبعا هنا بيعرفنا ان احنا هندور على أرقام في مكان معين. فهنا بيقول لنا find يعني اوجد numbers الأرقام around the school في انحاء المدرسة. draw ارسم and label وضع الاسم المناسب. label يعني نحط الاسم المناسب الخاص بكل رقم. A picture أو الخاص بكل صورة.
draw and label يعني ارسم وضع الاسم المناسب a picture لكل صورة of two places لمكانين مختلفين you see numbers اللي انت بتشوف فيهم الارقام. يبقى هنروح في انحاء المدرسة وممكن من انحاء المدرسة الكلاس روم بتاعتنا ونشوف النمبرز او الارقام. عايزين نشوف حاجتين او مكانين بيورونا ارقام وهنرسم الصور الخاصة بالحاجتين او المكانين دول وهنعمل ليبل او هنكتب الاسم او المعلومة المناسبة الخاصة بالبليس او بالمكان بتاع كل صورة. وهنا بيقول لنا what information, what information ما المعلومات do the number tell you, do the numbers tell you اللي بتخبرها لك tell you الارقام, الارقام اللي انت لقيتها دي بتقولك ايه. What information do the numbers tell you, ايه هي المعلومات اللي بتقولها لك الارقام دي. فاحنا ممكن يا اصحابي نشوف حوالينا واحنا موجودين في الكلاس روم او في السكول وندور ونعمل searching على الارقام او الحاجات اللي بتوضح لنا الارقام. ممكن مثلا نلاقي clock او ساعة موجودة ومتعلقة في الكلاس روم او في حجرة الفصل, فدي هتبقى حاجة بتوضح لنا الأرقام. وهنرسم مثلا هنا في الفريم الأولاني أو في المربع الأولاني هنا كلوك أو ساعة. طب الانفورميشن اللي بتقولها لك الكلوك دي إيه هي؟ طبعا tell time, tell time بتخبر الوقت. يبقى هنرسم في المربع الأولاني هنا كلوك أو ساعة وهنكتب هنا tell time أو بتخبر الوقت. طب ممكن نلاقي إيه كمان يا أصحابي بيقول لنا بيوضح لنا numbers أو أرقام؟ ممكن مثلا نلاقي في البوك اللي في إيدينا في الكتاب اللي في إيدينا هنلاقي numbers أو الأرقام الخاصة بالpages أو بالصفحات. فنرسم هنا بوك مثلا أو كتاب ونكتب هنا tell pages number, tell pages number بيخبر أرقام الخاصة بالصفحات أو بيقول لنا الأرقام الخاصة بالصفحات. يبقى هنرسم في الفريم الأولاني ساعة أو clock وهنقول tell time أو بتخبر الوقت. وهنرسم في الفريم الثاني book أو كتاب وهنكتب مثلا tell pages number أو بتخبر أرقام الصفحات. ممكن حد تاني يرسم حاجة تانية لأن زي ما احنا عارفين إن مفيش إجابة نموذجية هنا. فممكن مثلا حد يلاقي مثلا الأبواب بتاعت الفصول عليها أرقام, فيرسم هنا باب الفصل مثلا وهيكتب عليه tell classroom number أو بتقول رقم الفصل. ممكن حد تاني يلاقي حاجة تانية بتقول numbers أو أرقام, فمفيش إجابة نموذجية. المهم إن احنا نبقى فاهمين المطلوب مننا إيه وبعد كده نعبر عن رأينا بشكل سليم ونحل السؤال المطلوب مننا. كده نكون خلصنا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 113 أو صفحة 113. وعنوانها I wonder, I wonder يعني أنا أتساءل, wonder يعني بيتساءل بيتعجب من حاجة معينة. فبيقول هنا think of, think of فكر في, think يعني فكر, think of يعني فكر في a question, a question سؤال that has two choices, that has اللي بيكون لي two choices اختيارين, two choices يعني اختيارين, choice وحدها بمعنى اختيار. فأنا عايزك تفكر في سؤال, السؤال ده يكون الإجابة بتاعته حاجة من حاجتين, اختيار من اختيارين, four answers للإجابات, يبقى لي إجابتين أو اختيارين في الإجابة بتاعته, أو يبقى لي اختيارين في الإجابة بتاعته. Write your question, اكتب السؤال بتاعك and two choices والاختيارين اللي انت بتقترحهم او الاختيارين اللي المفروض نجاوب بيهم على السؤال ده on the lines على الخطوط. Cut out, cut out قص يعني your question السؤال بتاعك on the dotted lines, on the dotted lines اللي مكتوب على ال dotted lines او على السطور المنقطة. فاحنا هنفكر في سؤال يكون الإجابة بتاعته two choices أو اختيارين. فالسؤال ممكن يكون إيه يا أصحابي؟ مثلا أنا ممكن أسألكوا وأنا في الكلاس روم معاكوا سؤال مثلا بيقول لكم أنتوا بتحبوا الكاندي أو الحلوة
ولا البسكويت؟ فالسؤال بيكون مثلا Do students like candy or cookies better؟ بيفضلوا الكاندي or cookies better؟ الأفضل بالنسبة لكم. فإحنا هنا عندنا في السؤال ده إجابتين أو two choices، اختيارين، إيه هما؟ الكاندي والكوكيز. الكاندي والكوكيز. فالمفروض هنا الquestion بيبقى مكتوب، وبعد كده choices قدامنا زي ما احنا شايفين بيبقى كاندي أو الحلوة والكوكيز أو البسكويت. احنا كده كتبنا الquestion بتاعنا وكتبنا التو choices زي ما احنا شايفين قدامنا، وبكده نكون انهينا حل البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى ان الدرس يكون اعجبكم. لو اعجبك الدرس واستفدت منه اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وسيب لكم كمان القوائم الخاصة بالتشغيل الخاصة بالترم الاول وبالترم الثاني بكل المراحل، موجودة بشكل منظم وبشكل يسهل عليكم الوصول لاي درس في الترم الاول او في الترم الثاني بكل سهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.